طلبتنا الأعزاء نكمل وياكم الجزء الثاني من محاضرة الإميون سيستم. طبعا الإميون سيستم هو راح يصير على محاضرتين، لأنه الإميون سيستم هو موضوع شوي راد له شرح أكثر، فراح يكون على محاضرتين الإميون سيستم. هاي المحاضرة الأولى الإميون سيستم راح يكون بها جزئين، هذا الجزء الثاني نكمل موضوع الأنتيجين. مثل ما قلنا الانتيجين هو ب 3 كاتيجوريز، اميونوجين، توليروجين، وهابتينز. راح ناخذ كل واحد من عندهم. الاميونوجين هو الكومبليت انتيجين. الاميونوجين كومبليت انتيجين كيبل اوف انديوس الاميون ريسبونس ايذر باي برودوسينج انتيبودي اور ستيميليشن اوف ليمفوسايت. All molecules that have the property of immunogenicity also have the property of antigenicity. But the reverse is not true. شنو معنات هاي العبارة؟ معناتها كل إميونوجين هو أنتيجين، ولكن مو كل أنتيجين هو إميونوجين. مو كل أنتيجين، انتبهوا لهاي النقطة، هو يقدر يحفز للإميون سيستم. أكو أنتيجين يقدر يحفز نصيح لإميونوجين، أكو أنتيجين ما يقدر يحفز. مثلا هسه شوف النوع الثاني التوليروجين، هو هم أنتيجين بس هذا ما يحفز للإميون سيستم. ليش؟ لان هو سيلف انتيجين، لان هو انتيجين مال الجسم، ما يصير يحفز الاميون ريسبونس. مثل ما تتذكرون قلنا بالمقطع الاول هو انديوس ان ريسبونسيفنس، عدم استجابه للسيلف انتيجين. بينما الاميونوجين لا، هو يقدر يحفز لي الجهاز المناعي، واثنيناتهم هنا كومبليت انتيجين. النوع الثالث هو البارشال انتيجين او الانكومبليت انتيجين. انتيجين هو سمول موليكولر ويت اند سمول سايز، حجمه صغير ووزنه قليل. هذا ما يقدر يحفز الجهاز المناعي باي اتسلف. It requires additional carrier molecule، carrier protein molecule، جزيئة بروتين إضافية تنضاف ليتحد ويا حتى يكبر حجمه، وبالتالي يقدر يحفز الجهاز المناعي. وخير مثال على الهابتينز هي البنسلين. بنسلين انتيبايتيك هو cannot induce the immune response العفو باي normal status، هو ما يحفز الاميون سيستم. ولكن في بعض الاشخاص اللي يمتلكون كارير بروتين بالبلد مالتهم، هنا ممكن ان يتحد له البنسلين ويصير موليكيول كبيره، وبالتالي كان انديوس الاميون ريسبونس، وبالتالي يسوي لي هايبر سنسيتيفيتي، تحسس. شوفوا بعض الاشخاص يتحسسون، بعض الاشخاص ما يتحسسون للبنسلين كادفيرس افكت البنسلين. فإذن هو هابتينز، وهذا الرسم يوضح هالشيء. شوفون على الجهة اليسار هاي سمول موليكول الهابتين مثلا البنسلين، إذا تحدد بكارير بروتين موجود بالسيرم مال البيشنت أو مال الاندفجوال اللي أخذ البنسلين، وكون جزيئة كبيرة هاي اللي على اليسار عفوا على اليمين، شوفوها صارت كبيرة هنا بهالحالة. هاي الجسم هذا كبر اللي على اليمين، صار جزيئة ممكن تحفز الإميون ريسبونس، فبالتالي ممكن يسوي الرجي او هايبر سنسيتيفيتي، تحسس في الاشخاص، بعض الاشخاص اللي ياخذون البنسلين وعندهم كارير بروتين بالبلاد مالتهم. الديتيرمنت اوف انتيجينيسيتي، العوامل اللي تحدد لي انه هذا الانتيجين هو اميونوجين. اولا الموليكولر ويت، كل ما يكون الموليكولر ويت كبير كل ما يكون قابليته على انتاج الانتيجينيسيتي او الانتاج الاميون ريسبونس اكثر، كل ما يكون يحفز الجهاز المناعي بشكل اكبر. الكيميكال كومبلكسيتي، كل ما يكون كومبلكس بالستراكشر مالته، كل ما يكون مثلا بروتين معقد او بوليسكرايد راح يحفز الجهاز المناعي بشكل اكبر. الفورنس، الغرابه، كل ما يكون غريب فورن كل ما يحفز الجهاز المناعي اكثر. مثل ما قلنا السيلف انتيجين ما يحفز، بينما الفورن ممكن يحفز الجهاز المناعي. الانتيجين ديترمينانت الابيتوب، هاي الريسبتورات الموجوده على سطح الانتيجين، كل ما يكون يحتوي الانتيجين على ابيتوب واحد او اثنين يحفز الجهاز المناعي اكثر، كل ما زيد عن هالشيء كل ما يقل الاستجابه المناعيه. ايضا الدوزج والروت والتايمينج اوف انتيجين، يعني الانتيجين الوقت اللي يدخل به للجسم، اكو وقت يتزامن دخوله مع الجوفنت ماده مساعده تساعد على تحفيز الجهاز المناعي، او من يدخل بدوز او بكميه اكبر هنا راح يحفز اكثر الجهاز المناعي. انواع الاميونيتي، طبعا احنا الاميونيتي عندنا بيها نوعين رئيسيه، هاي كلش مهمه النقطه.
اكو نوع نصيح له هو النوع الانبور ديفنس، النوع اللي بالفطره فطري، الناتشرال ريزيستنس، المقاومه الطبيعيه، او الانيت اميونيتي او النون سبيسيفيك اميونيتي. هاي كلها مسميات لنفس النوع من المناعه، وهي المناعه التي تكون بالفطره، هي المناعه التي تكون غير خاصه لفت فورن سبستانس، مو سبيسيفيكلي فورن، لا نون سبيسيفيك، مو خاصه، هي مناعه تكون بنفس المستوى او ريزيستنس، مقاومه تكون بنفس المستوى لجميع الفورن مولكيول. هسه نشوف على العكس من الاكوايرد اميونيتي اللي بعدين راح ناخذها. اذا هي تكون موجوده دائما ناتشرالي اكرينج انبور بالفطره نون سبيسيفيك وهي انيت. اذا الانيت اميونيتي هي المناعه اللي تكون موجوده وبالفطره وتكون بنفس المستوى لجميع الفورن مولكيولز او سبستانس او مايكرو اورجانيزم. و it is independent of a previous exposure to disease causing agent and foreign substance. يعني هي ما تعتمد independent على previous exposure، على التعرض المسبق للعوامل اللي تسبب المرض او الـ او او الـ او الفورن سبستانسز، المواد الغريبه عن الجسم. ما تعتمد على الفورنس، يعني العفو انه البريفيوس اكسبوجر. ما تعتمد على انه تعرض هذا الشخص متعرض مسبقا، لا، لانه هي تكون موجوده وبنفس المستوى لجميع المايكرو اورجانيزم. الانيت اميونيتي ديبيندز اون ذا نون سبيسيفيك ميكانيزم اوف ديفنس اند ذا اكتيفيتي اوف فاجوسيتيك سيلز. اذا هي تعتمد على مثل ما قلنا نون سبيسيفيك ميكانيزم اوف ديفنسز، مو خاصه. الميكانيزم اوف انيت اميونيتي، الميكانيكيات مال المناعة اللي هي تكون الناتشرال الطبيعية أو الإنيت، هي طبعا بها لاينز، هنا بها فيرست لاين وسكند لاين. مثل ما تتذكرون بالجزء الأول من حكينا عن الإميونيتي، من قلنا هي لاينز، أكو فيرست لاين، أكو سكند لاين، ومن الممكن تتطور إلى أكو لاين آخر هسه نشوفه بالأكوار. يعني إحنا عندنا الإنيت هي بها لاينين، و الاكوايرد هسه نشوف فيها لاين اخر. فاحنا هسه بهذا المقطع من المقطع الثاني من محاضره الاميون سيستم، المحاضره الاولى، راح نكون نكتفي بهالقدر هذا لاجل ان تستوعبون هذا الجزء اللي هي انترودكشن الاميون سيستم. وان شاء الله بالمحاضره الثانيه راح نكمل موضوع الميكانيزم اوف انيت اميونيتي اللي هي فيرست لاين وسكند لاين والاكوايرد اميونيتي، نكمل في المحاضرة الأخرى. أرجو أن تكونون قد استوعبتوا هذا الجزء من الإميون سيستم، وهو مقدمة، وعلى أمل اللقاء بكم في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى.